طيب ماتش سموحه ابرز الدروس ايه يا باشمهندس؟ ابرز الدروس اللي هي بتديها لنا كره القدم. اوعى يا ابني انت وهو تامن لكره القدم. ودي بقى قبل ما نوصل للعيبه اللي لازم تكون استوعبت قيمه الفرصه اللي بتهدر، قيمه الفرصه اللي بتهدر بسبب عدم التعاون. انا سيبك أيوة. اللي فيها أيوة. انا بلعبها وربنا ما وفقنيش، لكن اللي بتهدر عشان في قرار ما فيهوش تعاون. ايوه دي اللي انا عايز اتوقف عندها بالظبط. لازم نفهم بقى ان التعاون ده بيكسبنا كلنا. ايوه نمره اتنين، مهما كانت قيمتك الفنيه اوعى تثق لدرجه ان انت تتصرف انت خطأك مش هيكون مؤثر. الكلام مش عشان الشناوي غلط، لانه اذا ما غلطش يبقى مش بشر. انما لانه الخطأ ملوش معنى. يعني انت خلاص الوقت بتاعه وانت بتلعب الفاول كنت تقدر تقف انت في مأمنك، ها؟ لكن هو عايز يعني يوفر واحد ويقول خشوا انا هوصل لكم الكره واعمل اسيست. الكلام ده مش صح في اللحظه الاخيره دي، مش صح. تعرف دي بتفكرني بالظبط، احنا خسرنا ماتش من وادي دجله كده بالظبط، كان كورنر عليهم في الوقت المحتسب بدل من ضايع، والاستحواذ برضو كان حاجه و70 حاجه و20، والكره ردت من ناحيه اليمين، كان مش عارف اوسو كونان ولا كان مين، راح من ناحيه اليمين وفالت وجاب جول في الوقت القاتل. فمشكله الجون ده انه جالك في الوقت القاتل حيث لا تعويض. اي فاهي معلش احنا بن بن بنتعلم، والخطا ده مؤكد هيحمينا، لانه لو كان حصل مثلا في ماتش في افريقيا كان هيبقى تعوضه ازاي ده. فمعلش احنا اذا الدرس الاولاني مزيد من التعاون بين اللعيبه في انهاء الفرص، ملهاش اي معنى. سهلنا الدنيا على اللي يجيله الكره متشتته. ايوه سهل. وفي لحظه قتله يعني اهي انت واقف هنا ليه؟ واقف خلاص لعبت ارجع بالظبط ارجع. واعتقد الشناوي اكتر واحد هيستفيد من هذا الخطا. اكتر واحد هيستفيد من هذا الخطا. ده الدرس الكبير للشناوي والحراس المرمى. يعني هي اتلعبت هو ما خطرش في باله ان الكره ممكن ترجع علينا. يعني هي متشتته اهي. تشتيت هي دي نط اهو بس زقها هو. قول لي بقى بالله عليك. يعني ده الدرس بالنسبه للشناوي والحراس المرمى، لكن الدرس للفراوده الحقيقه، لانه عدد الفرص اللي ضاعت كتيره قوي. هو ده سهله رزق المهندس محمد فرج عامر. ده اخر ماتش هيلعبه حسام. قيمته التسويقيه بالجون ده يروح ليبيا بقت في حته تانية. راح ليبيا وهو اتكلم ايه؟ علاه قوي. يعني لان الحقيقه برضو الفرص اللي ضاعت كتير، مش الفرصه عزيزه، ولازم اللعيبه تبقى متاكده انه الكل هيلعب ضدنا بمجهود مضروب في ثلاثه ومضروب في اربعه، والكل هيستغل العمل البدني اللي قد يشعر المنافس ان لعيبه الاهلي بتشتكي منه، هيفضل موزع مجهوده لغايه الاخر. فانت بصدد مباريات صعبه مع 7-8 فرق قلتها لكم في خلال شهر، انت محتاج القتل المبكر لمثل هذه المباريات. الاكتفاء بهدف وتعليق النتيجه امر في منتهى الخطوره. حتى لو انت شعرت خلاص ان اليوم مش هيديك اكتر من كده، سيب بقى مسؤوليه انك تغير النتيجه على ناس تانية. يبقى انت وكل همك ما تتغيرش عليك، تقوم على دورك انت بقى. ليه بقى؟ كان في عندي سواق وكان شاب وجريء جدا وكان متحكم ومعتبر نفسه سواق هايل. فقلت له انت هتعمل حوادث كتير لانك هيبص لك. قلت له انت فاهم ان القياده انك تبقى سواق كويس. الاخر بقى السواق كويس اللي يبقى باستمرار عامل حسابه انه غيره هيغلط. غيره طبعا. طب هتعمل ايه لما غيرك يغلط؟ هتقول اصلها غلطته؟ غلطته بس حصلت والضرر حصل. بالظبط واخد بالك. احنا نفس الشيء، احنا لعيبه كويسه. بس انت ليه مش عامل حسابك ان غيرك قد يستفيد من الموقف اللي انت مش متخيل يحصل؟ ولو واحد في المليون، واحد في الالف، اي نسبه. انت واقف ومتهيالك ان الكره دي خلاص الحكم هيصفر بعديها. لا انت
اعتبر ان الحكم مش هيصفر. كان يجب هي لحظه سرحان سنه، ودي ورده لا تنقص ابدا من قيمه جون كبير زي محمد طبعاً الشناوي طبعا. وانا عايز بقى الناس اللي هي برضو شبابنا اللي على السوشيال ميديا، وان كنت بقى الحل لازم يكون بالعكس، نبتدي شويه ما نهتمش قوي بالتحليلات، ها، لان كلها اجتهادات فرديه وجهات نظر، ده عاجبه كذا وده عاجبه كذا وده عاجبه كذا، واللي دخلها في سكه مش عارف العداله، واللي دخلها في سكه، ويا اخي حاجه غريبه، ايه اللي كان بيكرهوه امبارح بيموتوا فيه النهارده، والعكس صحيح. مفيش امان في الكوره، ادي ثالث درس، مفيش امان للكوره، مفيش امان، امانك ادائك، ايوه، عشان تظل في قلوب الناس ادائك. الناس بتحب شويه اللي يبص لهم الفانيلا واللي يقول الجنيه في الاهلي ب 1000 والكلام ده حلو قوي، لكن في الاخر ادائك واخلاصك، اخلاصك للنادي، اعمل اللي عليك هيستحملوك. فانا دي كلها دروس من الكوره. الدرس الاخير بقى المستر موسيماني، لمستر موسيماني طبعا والنبي ما 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 ما, ما, ما تهتمش. انا ابتديت اشوفك الان في في المؤتمرات الصحفيه بتتسال اسئله دمها تقيل، في صلب عملك، وكل المدربين بيتضايقوا من هذا النوع من الاسئله، فلان ما لعبش ليه، وفلان لعب هنا ليه، ما لعبش هنا ليه، كلام فني يعني. فبدا يرد، هو لحد دلوقتي بيرد بادب لكن بضيق، يعني مجرد انك ترد على دي وتقول له انا نسيت اسالك قبل ما احط التشكيل، وانا نسيت لا ما تخشش في المنطقه دي خالص، لا دي بتبان انك مهتم. كان فايلر الراجل كان حتته والايجو اللي عنده العالي، كان يقول لك ايه دي بتاعتي، اسالني بتسالني في ايه، مش ده نوع تسالني في الماتش، ما تسالنيش في قراري. يعني فاهم، وهو ده مستر موسيماني عايز، يعني هو الاهتمام الكبير قوي بالنادي الاهلي يا استاذ ابراهيم بيبقى عبء على الكل، منهم المدربين.